يعني من أجمل من أجمل القربات إلى الله ومن أجمل العبادات صلاة الليل. يا عظيمة جدا صلاة الليل. أنا عايز أقول لكم على حاجة، بس أنتوا عارفين الصلاة الفرض والصبح ظهر عصر مغرب عشاء، الصلوات ديت أنت بتروح تصلي بناء على إيه؟ يعني بتعرف إزاي إن الوقت هتروح تصلي دلوقتي الظهر أو العصر أو المغرب؟ عن طريق الأذان. الأذان هو الإعلان بدخول وقت الصلاة. طب الأذان ده مين اللي بيأذن؟ مين اللي بيأذن؟ المؤذن. ده بشر ولا ملك؟ لا ده بشر. يعني بيجي مؤذن بني آدم، ها بيقول حي على الصلاة، صح كده؟ حي على الفلاح. ده مؤذن بينادي علي عشان أروح أصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء. كويس. طب صلاة الليل انتوا عارفين مين اللي بينادي لصلاة الليل؟ ربنا. ربنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة يقول سبحانه وتعالى هل من تائب فأتوب عليه؟ حد عايز يتوب؟ طيب هل من مستغفر فأغفر له؟ طيب ما حدش عايز يستغفر ولا عايز يتوب. شوفوا لأنه كريم ربنا يقول إيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ طب بلاش، انت مش عايز تعتذر، ربنا يقول طب مش عايز حاجة اعملها لك؟ مش عايز اي حاجة اعملها لك؟ يا من تكريم يا رب، يا من تكريم يا رب. شوف، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا، هل من كذا حتى تطلع الشمس. يعني ايه حتى تطلع الشمس؟ مش احنا بنصلي دي صلاة الليل؟ اللي بعد الليل ايه؟ فجر مش شمس. اللي بعد الليل بيجي فجر. ليه النبي قال حتى تطلع الشمس؟ لانه في ليل وحيد مش هيجي بعده فجر، هيجي بعده شمس، اللي هو آخر ليلة في عمر الدنيا اللي الشمس هتطلع فيها. بقى بعديها هتطلع الشمس من مغربها اللي هي ليلة الجمعة. هيبقوا ناس الليل يطول، يبقى طويل، ليلة طويلة، والناس تصحى وتنام 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 وتصحى مستنيها الفجر يطلع، يفاجئوا ان الشمس قامت طالعة من المغرب. دي علامة القيامة بقى. شوف سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان كل ليلة ربنا بينادي على اللي عايزين يقوموا الليل لحد ما تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس يعني لحد يوم القيامة يعني. فده شرف ما بعده شرف. نسأل الله عز وجل ان يمن علينا ويوفقنا يا رب، يوفقنا لقيام الليل ان شاء الله ركعتين حتى. وبعدين ناخد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه عن الناس دول بقى اللي بيصلوا قيام الليل؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني ايه؟ يعني جنبه ما بيحبش ينام كتير في المضجع، بيبعد عن الفرشة بتاعته، يا بيحبش ينام يعني بيقوم بالليل. يتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بالليل عشان كده كان ثوابهم ايه؟ قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. ربنا بيقول برضو واحنا كمان اخفينا ليهم مكافأة كبيرة. طب ليه ربنا اخفاها؟ ليه ما ظهرهاش؟ لان هم بيعملوا عبادة بيخفوها اللي هي صلاة الليل، بيخبوها. يعني انت بتقوم تصلي بالليل محدش يعرف عنك حاجة. ومما رزقناهم ينفقون، لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك، فتخبيت الصدقة. فطالما انت بتصلي في الظلمة في جنح الظلام بالليل من غير ما حد يشوفك، وطالما انت بتنفق من اللي ربنا بيعطيهولك من غير ما حد يعرف، يبقى كمان ربنا بيقول لك انت بتعمل كده. طب انا بقى ايه محضر لك مفاجأة كبيرة قوي 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 قوي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ربنا يجعلنا منهم، اللهم امين.